السلام عليكم ورحمة الله. احنا الان في منطقة بوستيبا، جينا نصور شقة غرفة وصالة، مساحتها 70 متر مربع، في مجمع مخدوم بكل الخدمات. المجمع عبارة عن كذا بناية، تقريبا 4 إلى 5 بنايات. راح نصور لكم في البناية هذه. عندنا الدور الاول، شقة غرفة وصالة. المجمع مخدوم بالخدمات اللي أقول لكم هي حاليا. بوابة إلكترونية مدخل المجمع من هنا، راح يكون المواصلات واصلة لها، بالإضافة إلى مواقف للسيارات، جلسات عائلية، ألعاب الأطفال. وعندنا أيضا كافيه قريب من المجمع، سوبر ماركتات، المطاعم، كل شيء قريب من المجمع. تعالوا معنا نشوف تفاصيل الشقة. عندنا الشقة هذه، شقة غرفة وصالة على الدور الأرضي، شقة رقم 10. شقة غرفة وصالة مساحتها تقريبا 70 متر مربع. أول ما ندخل نجي هنا على اليمين، عندنا دورة المياه الخاصة بالشقة، وعندنا هنا الصالة مفتوحة على المطبخ، هنا دواليب المطبخ راكبة وجاهزة، عندنا مخرج للبلكونة، بلكونة متوسطة الحجم كويسة، وفيها زجاج المتحرك، يعني البلكونة هذه مشتركة بين الصالة وغرفة النوم. انظر، هذه مساحة الصالة، يعني الشقة ككل غرفة وصالة مساحتها 70 متر مربع. عندنا هذه غرفة النوم، مساحتها تقريبا جيدة، نقدر نقول 6 في 3، وأيضا لها مخرج البلكونة، بلكونة مشتركة بين غرفة النوم والصالة. المجمع في منطقة بوستيبا، بوستيبا قريبة من الخدمات، موجودة فيها سوبر ماركتات قريبة، المواصلات زي ما احنا شايفين مدخل المجمع من هنا، المواصلات واصلة لها، بالإضافة إلى وجود مسبح، جلسات عائلية، مواقف للسيارات، يعني الخدمات كلها موجودة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.